السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما ما أخبار اللاعبين المتربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية؟ نسلط الضوء اليوم على لاعب ينشط هذه المرة في الدوري الإسباني وتحديدا في صفوف نادي فياريال الإسباني، ويتعلق الأمر باللاعب الشاب سيداني أليخاندرو أنطونيو مارتينيز. هذا اللاعب الذي يعتبر من مواليد سنة 2007 بإسبانيا، أصول جزائرية من جهة الأم، في حين أن والد اللاعب من أصول إسبانية. تكون هذا اللاعب الشاب في مدرسة تكوين نادي فياريال الإسباني، يلعب في منصب حارس المرمى، يمتاز بطول القامة بالإضافة لبنيته المورفولوجية القوية التي ساعدته على التعلق بشكل لافت للانتباه، حيث أنه يمتاز بخروجه وارتقائه العالي خلال الكرة العرضية والهوائية بالإضافة لتصدياته القوية، وهو ما جعله يتألق بشكل لافت للانتباه خلال الموسم الفارط، حينما شارك في 35 مباراة تلقى خلالها 13 هدف فقط، وهي حصيلة أكثر من جيدة بالنسبة لهذا الحارس الشاب. وشيلك بأنه في حال وصل هذا الحارس الشاب التألق والعمل بجد، فإنه سيكون واحد من بين أبرز الحراس في عالم الساحرة المستديرة مستقبلا. وعلى الاتحادية الجزائرية التحرك من أجل ربط اتصالات مع مثل هذه المواهب التي تنشط في أعرق النوادي الأوروبية من أجل الاستفادة منها في مختلف الفئات العمرية لمحاربي الصحراء. سلام.